read the content of file input.txt. مديني فايل في مجموعة قيم ما اعرفش عددها كام، بس عايز print this file، يعني print it reversed on the screen، يعني اطبعهم بالعكس. whatever في كام قيمة ناخدهم نقراهم، لازم نحطهم في array عشان اعرف اطبعها بالعكس، اطبعهم من النهاية للبداية. يبقى لازم اعرف array بحجم او size يعني مناسب، اكون اعتقد ان هو يكون اكبر من عدد البيانات او عدد القيم اللي موجودة في الملف. مثلا ما يتوقع ان هما يكونوا 30، عرفوا 40 50 100 بالزيادة مثلا. يعني لو انت عارف انه ممكن يكون في 200 300 عرف 1000، فهتعرف array بسايز اكبر من المتوقع اللي يكون موجود في الملف. عددهم كم ما اعرفش، فقول ان تساوي صفر. بعدين لازم افتح الملف ده احطه في الرام، فمن نوع if stream، ده داتا تايب موجود في الاف ستريم، قلنا الكلام ده قبل كده في الفيديوهات السابقه. وتقدر تسمي اي اسم اختياري هنا، تحط فيه بيانات الملف اللي اسمه input. يبقى دوت تكست، يبقى هاخد ده كله كده احطه في الاف ان. صار الاف ان دلوقتي مليان بالداتا دي، ومن الكرسور في البدايه واي الاف ان يعطي الاكس اوف ان، الان الاول بزيرو هبقى يعطي الاكس اوف زيرو، بعدين صارت 1 يعطي ال1، صارت 2 وهكذا. احنا عارفين ان الاري تبدا من الزيرو، المكان ده اسمه زيرو او ترقيمه زيرو، 1 2 3، واخر مكان في الاري بيكون 99، بس مش هنوصل له. احنا هنوصل للعدد حسب كام قيمة داخل الملف. طبعا يفضل يقرأ ويزود لغاية ما الملف ده يخلص خالص. خلصنا، الكرسور راح في الاخر، خلاص الملف مش محتاجينه. ممكن نكتب هنا لو احنا عايزين، لو احنا عايزين وده اختياري، تكتب fn.close، وده اختياري تقفل ما براحتك. والبرنامج لو انتهى والران خلص هو هيتقفل من نفسه. طيب دلوقتي خلاص دي مليانه، وعندنا هنا مكان اللي هو ان ماينس 1، لو هما مثلا 10 يبقى ده رقم 9 مثلا، في حالتنا دي ده رقم 9. هعمل ايه؟ ابدا بقى الاري بالعكس، ابداها من عددهم 10، عدد الداتا 10 من 0 ل 9، ابدا من 9 اللي هو ان ماينس 1. for i equals n minus 1، طول ما هو اكبر من الصفر i minus minus، نطبع x of i، يعني نطبع القيمة اللي هنا وبعدين اللي هنا اللي هنا لغاية ما يخلص كل الداتا اللي موجودة في الاري المرة دي. يبقى المرة دي array، هنا قرينا من الفايل حطينا في array، وهنا خدنا الاري بالعكس، طبعنا القيم على الشاشة ونزلنا سطر في الاخر.